بعد ما تابعنا مع حضراتكم الاخبار اللي حصلت امبارح، تعالوا نشوف ايه الاخبار المفروض تحصل النهارده باذن الله، واللي من بينها احتفال متحف الطفل باليوم العالمي لمتلازمة داون، وده غير كمان انه في اخبار مهمه خاصه بالمنتخب المصري طبعا واستعداداته لمباراتين السنغال. أخبار كتيرة هتحصل النهاردة، من أهمها تنظيم متحف الطفل احتفالية ملائكة داون، وده على هامش الاحتفال باليوم العالمي لمتلازمة داون اللي بيوافق 21 مارس من كل عام. كمان بنك المعرفة المصري هينظم ورش عمل لجميع طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس في كليات المجالات العلمية، وده للتعرف على منصة جوف، ودي مجلة التجارب المرئية اللي بتتيح مقالات الفيديو العلمية. رياضياً، مسؤولو اتحاد الكرة بيجهزوا صرف جزء كبير من مستحقات لاعبي منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش قبل مباراتي السنغال. المستحقات دي خاصة ببطولة كأس العرب اللي حصد فيها الفراعنة المركز الرابع، ده إلى جانب المكافآت الخاصة ببطولة كأس الأمم الإفريقية اللي استضافتها الكاميرون وحصد فيها الفراعنة المركز الثاني بعد الخسارة أمام السنغال في نهائي البطولة بضربات الترجيح. النهاردة هتكتمل صفوف المنتخب بانضمام جميع اللاعبين المحليين والمحترفين، وعلى رأسهم طبعاً محمد صلاح وتريزيجيه ومحمد النني ومصطفى محمد وعمر مرموش، وهيتم وضع برنامج تدريبي لتجهيزهم لمباراتي السنغال يومي 25 و29 من مارس الجاري في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.